نروح بقى الموضوع مهم طبعا. كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بيدرس ان هو ياخد كل اللاعبين اللي وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجاري لنيروبي، ودول عددهم 28 لاعب علشان طبعا يخوضوا المباراة الاولى قدام كينيا يوم 25 مارس الشهر ده، تحسبا لاي اصابات ممكن تبقى بين اللعيبه في اي وقت في ظل طبعا حاله الاجهاد اللي بتسيطر على اغلبهم بسبب ضغط مباريات الدوري، زي ما كمان اكيد في حاله من القلق بين اعضاء الجهاز الفني بسبب مسحه كورونا اللي هيجريها طبعا الفريق في كينيا اول ما يوصل، فده بيهدد ان ممكن اي لاعب يستبعد في اي وقت. علشان كده الجهاز الفني عايز يبقى واخد احتياطاته وان هو ياخد كل اللعيبه منعا لاي ارتباك في حساباته قبل مواجهه كينيا. المفروض ان لاعبو المنتخب الوطني الاول بقياده طبعا كابتن حسام البدري هيخضعوا لمسحه للكشف عن فيروس كورونا بكره يوم الاحد ان شاء الله قبل التمرين الاول باستاد القاهره استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر، هيبقى يوم 25 و29 مارس الشهر جاي الشهر ده. المنتخب الوطني هيبدا المعسكر المغلق برضو بكره ان شاء الله، وهيؤدي طبعا فريقنا تدريباته بالقاهره لحد ميعاد السفر على متن طبعا طائره خاصة يوم 23 من الشهر الجاري. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان هم يكسبوا المباراتين دول باذن كلام الله. كلام كتير قوي اتقال على اختيارات كابتن حسام البدري على اللعيبه المنضمه لمعسكر المنتخب، ناس معترضه على اسماء تم استبعادها وناس معترضه على اسماء تم ضمها لقائمه المنتخب. والحقيقه يمكن يعني وان كان الموضوع في النهايه يتحمل مسؤوليته رجل واحد اسمه كابتن حسام البدري، مفيش مدير فني على وجه الارض مش عايز يختار افضل عناصر ممكنه تخدم فكره وتمكنه من تحقيق النتيجه اللي هو عايز يحققها. واعتقد انه كابتن حسام في خلال الفتره اللي فاتت يمكن حتى في خلال ماتشات الدوري حضراتكم كنتوا بتتابعوه تقريبا حاضر في كل او في اغلب المباريات، بيتابع بنفسه من الملعب اداء اللعيبه، وبالتالي هو الاقدر والاجدر على اختيار العناصر اللي هتشارك طبعا في ماتشين بتوع المنتخب امام كينيا وجزر القمر، وكل التوفيق لمنتخبنا المصري.